السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي القناة. من آخر خلاصة معاكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب سويسرا أو منتخب إسبانيا، مباراة في دور ربع النهائي من بطولة كأس أوروبا يورو 2020. متابعينا الكرام، المباراة بإذن الله تعالى ميعادها اليوم الجمعة 2/7/2021 أو 2 يوليو 2021. المباراة ميعادها 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4 عصرا مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. منتخب سويسرا أمام منتخب إسبانيا، القناة الناقلة للمباراة قنوات بي إن ماكس اتش دي 1 وبي إن ماكس اتش دي 2 وبي إن 4K. معالج المباراة خليل البلوشي، وملعب المباراة غاز بروم ارينا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، لا تنسى توقع نتيجه المباراه وتنزلك في التعليقات عشان تشترك معنا في المسابقه الرياضيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.